مثل حنطة شعير عدس مثلا، يعني سنة تعمل عشر ما بتعمل. والله مو بعد يعني ما في لا ري ولا كذا، يعني مواسمها غليلة ما في، مو مثل الري يعني. عدد القرى في جبل الحص 156 قرية ومزرعة، مساحة 157 ألف هكتار، عدد السكان 250 ألف نسمة، متوسط حجم الأسرة 9 أشخاص، نسبة السكان الفتية عالية مرتفعة في هذه المنطقة 51% تحت سن 15، عدد الساكنين في القبب الطينية بحدود 65%، نسبة الأراضي المغطاة بالصخور في جبل الحص 60%، تعتمد الزراعات على الزراعات البعلية، نسبة الأراضي المروية 3%، المياه الجوفية عميقة غير صالحة لاستخدام المياه الشرب للري الزراعي. هي تعتبر تحديات للتنمية اللي جعلت الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة يوقع وثيقة لإيجاد أنشطة مولدة للدخل. المكون الأساسي هو برنامج التمويل الصغير لتقديم خدمات مالية وغير مالية للمستهدفين، إضافة إلى عملية تمكين المرأة ودعم أنشطتها لمساعدتها في إيجاد دخل إضافي مساعد في الأسرة. احنا قلنا صندوق شو بده يفيد، يعني عمال الناس مثلا تتعامل بسفير وغيره، يجوز هذا مثله يعني لنفس راس المال بده يزود مثلا الربا كمان نفسه. جبل الحص ما عندهم ضمانة غير الارض الزراعية اللي يملكونها بموجب بيان قيد عقاري، وحتى لو قدم بيان القيد العقاري نحن مضمومين لشيء اسمه حوض الجبور، فلا يجوز الاختراق ولا باي شكل من الاشكال، لا على ارض ولا على بناء ولا على موتور ولا على شيء ابدا. نحن من 100 سنة أساس مضمومين لحوض الجبور. إحنا شو معنى هالكلام ما بنعرفه، لكن أنا مواطن هسع من جبل الحص بدي أروح على مصرف التسليف الشعبي أو على مصرف التعاون الزراعي أو على أي مصرف في محافظة حلب، أطلب غرض راح يطلب مني ضمانة. شو بدك ضمانة؟ بدي ضمانة أرض أو سيارة أو بيت أو كذا. فنحن كل اللي عندنا ما يعني من ضمانة تكفي غرض 100,000 ليرة سوري أو 200,000 ليرة سوري من البنك. ما حدا يقدر يقترض الا من مشروع التنميه الزراعيه اللي كثر خير الحكومه فضلت على جبل الحص او المشروحات، يعني قدم، ما نقول ما قدم، نعم قدم تسهيلات وقدم شيء كثير على موجب غيره يعني امور، لكن هذا ما يكفي. المواطنين لسه يريدون احسن، يريدون تسهيلات في العمل، تسهيلات متابعه، مبلغ اعلى، مده زمنيه اطول، مرابحه اقل، ولو كان ببلاش يكون احسن. ليش ما سويتوا صندوق عندكم يا خيو هون عنا؟ ايه ما بنتفق مع بعضنا، ما بتفقوا؟ ما بنتفق. ايوه، لانه منو بده يستلم وبده تنهبط ضيعة. ايوه، وهذا بده يستلم وهذا بده يستلم وما اتفقوا. ايوه، ما في اتفاق يعني، ما في اتفاق لانه ما في امان من بعضنا. يعني قالوا ما بدنا صندوق، بعدها لما شفنا الضيعة حوالينا صندوق صار يساعدهم شوي. طبعا مسألوا عم أقول له زبنا نقدم طلب مشان صندوق مشان كذا. أي فلاح أو أي مواطن ما عنده يشتري دار بده يروح يستلف من السفير، يعرف له خانجي، يعرف له صديقه، له صاحبه، يقول له مثلا بدي سلف على حنطة، يعطيه 7,000، يقول له بأيام الموسم بدي منك طن حنطة، يعطيه مصاري، يعطيه مصاري اشتريه منه ايه. ب6 ليرات عند الموسم، عند الموسم سعر الطن الحنطة سعر الكيلو 12 ليرة 12 ليرة
بده يدفع طن حنطة. بيسلموا اياهم، بيسلموا اياهم. طيب اذا اجى الموسم وما طلع عنده حنطة بده يروح يتدين من ناس ثانيين ويسدد. لست شهور 60,000، 100,000، 60. بس قطع في ست شهور 160 صاروا يعملوا يربحوا، صاروا يشتغلوا 16,000 بالشهر. هذا المرابي يعني ما في بجوز في ناس بيتوازى بيبيع ارضه بيبيع اي شيء لانه بده يوفي. ما في المشاريع هي صناديق قلصت من نشاط المرابين واحتياجات المسفيين. يعني هذا كان هم كبير. يعني المرابين يعني انا عم بقول خسر وباع البقره وباع ارضه، عند المرابي عم يبيع حاله ما يوفي. والصندوق شو اختلاف بهالمواضيع؟ الصندوق اختلافه كثير. يعني الصندوق هسا مثلا فايدته اغل. هسا لما واحد عمال انا بجيب استلف من السفيرة الطول الحنطة بست ليرات عمال ادي ب 12، الصندوق يجوز بالمية 10 او 15 يعني على موجب الحوالينا، فايدته اغل. يعني بعدين الصندوق من الضيعة ولأهل الضيعة، يعني بيمشوا امورهم فيه ويسيروا امورهم احسن ما يروحوا على السفيرة. يعني في كثير الناس استفادت، انا بعرفهم، يعني انا بعرفهم شخصيا. اشترى ابغار، البقره صارت بقرتين ثلاثه اربع بقرات. طب هذا ما كان عنده 10 ليرات بجيبه، طب لو مو اخذ الارض منين جت البقره؟ اشتغل مظبوط، اللي اشتغل وفى وصار له انتاج وصار مش حاله. هذا جاهز، عرفت علي؟ الغاية من التمويل مواد بناء قيمة القرض هي 10,000 ليرة. إجمالي القروض الموزعة من عام 2000 حتى هذا التاريخ 11,600 قرض بقيمة إجمالية 440 مليون ليرة سورية. من وقت اللي دخل هالمشروع ساهمنا بالصندوق الكهربائي وسحبنا قروض سنوية كأقساط شهرية، يعني كل سنة أخذ 50,000 بشكل سنوي، أخلص 50,000 فرجع ثاني مرة. أنا أول أشتري مسفير، يعني شغل فيه 50 كيلومتر من هو لسفير، نروح ندفع مصاري قبل ما يجي البلوك، بعد ما ندفع مصاري شهر 5 سنين حتى يجي البلوك، ومبلغ كان أغلى من هيك. مثلاً سفير 14 ليرة، إحنا نوصلها مثلاً عند المواطن 13، في توفير ليرة. نحن ملاقين الصندوق هون يعني أريح لنا من أي بنك، فائدته خفيفة يعني، هي المساعدة طبعاً للمجتمع الفقير، بينما تبع البنك في له فايدة أكثر من الصندوق. ما عندي هون في ارتياع يعني، يعني ما تخاف مثلا كل شهر 5,000 ليرة على 50,000 ما تخاف. مبلغ 93 مليون الموزع كقروض لا يغطي سوى 20% من الطلب الموجود في هذه المنطقة. نسبة السداد 96%، وهذا أساسه اعتمادا على المجتمع المحلي في إدارة الصناديق. أول ما أخذت القرض ما كان عندي شيء خالص، أخذت أقساط شهرية، صرت يعني أوفي القسط الشهري واستفيد شوي. الأرض هاي ما كانت، اشتريتها من المشروع. بدأنا العمل الفعلي في مشروع جبل الحص عام 2000، تم التأسيس بعام 2000 6 صناديق، كان عدد المساهمين 1300 مساهم. حاليا حتى تاريخه عندنا 7500 مساهم. قيمة القروض القائمة 93 مليون ليرة سورية، عدد المقترضين 2400 مقترض. بجوا لهون ندرسه، بكتب لهم طلب، جيبوا كفلاء وبجيبوا أنا على الصندوق لهون عند مسؤول التمويل وعند المحاسب، بوقعوا عليه ونبعتوا على المشروع. تجي هون لجنة تدرسه للطلب، نبعتوا على المشروع، إذا وافق عليه المدير بننزل. اشتغلوا بالأرض، اشتغلوا لعند غنم بالبيت، يعني لعند دجاج بالبيت،
اللي بتشتغل بالخرز بالبيت، اللي بتشتغل بكل شغله. هلا النسوان ما بقولكوا عنه، من هلا في منهم بجيبوا خرز وبوزعوا رش، في منا اللي هلا اللي فتحت المدرسه تعليم الاولاد، كمان هاي شغله صعبه. لك كل شيء عارفه. وبعد استمرت بالخياط واشتغل حذاء على طول، يعني القطع ما طول بيدي اسبوع وقت نبلش بيه. عندي 6 أولاد اشتغل بهم بالبيت، وعندي غنمات، وعندي يعني شغل بيتي، طبق غسيل شيء كل شيء، ومؤمنه ولحق شغله الحمد لله يعني، ومبسوط بيه. سوينا هالدورة مدة شهر، تعلمنا على شلون يعني القطبة أحسن، شلون الشغل يعني أكوس، مو مثل الشغل الأولي. أولي يعني عادي شغل، شلون ما بدي اشتغل اشتغل، بس هاي كان إلى شروطه، يعني القطبة لازم تكون كويسة، لازم تكون الرسم كويس، لازم يكون يكون اللون مناسب للون الثاني، يعني هيك لازم يكون شغل مميز. أكلت ما هي شغل يعني شيء صار لي أسبوع فيها، يدفعوا لي هاي يعني لازم 400 ليرة هيك بالشهر طالع 1000 ليرة يعني بالبيت. أبوي رجال كبير وأمي يعني حالتهم كثيرة، أشتري سكر للبيت، أشتري شاي، بدي أعتز طبخة، أعتز فاتورة كهرباء، فاتورة المي، يعني كل هدول صاروا متساعدين فيه. حلمي كان حلمي إني أكمل تعليمي وما صار لي، هي بديها تحقق لي حلمي، تاخذ بكالوريا وبديها أدخلها للجامعة، بدي أصير محامية كمان. حلمي أنا بحب المحاماة، نفسي تكون محامية، حلمي بدي أخليها يعني مزال أنا عايش بدي أخليها. عم أفكر نحن حاليا بنستفيد من المرسوم التشريعي اللي صدر مع عام 2007 رقم 15 اللي بنص على السماح لمجلس النقد والتسليف في إحداث مؤسسات مالية اجتماعية تقدم التمويل الصغير ومتناهي الصغر إلى المستهدفين الفقراء، إضافة إلى خدمات مالية وغير مالية، والسماح إلى مؤسسات محلية ومصارف محلية وشركات أجنبية في الدخول في هذه المؤسسات لتقديم هذه الخدمات إلى الفقراء من خلال برامج التمويل الصغير. الكويسة بتحسن تحافظ على حالها إذا كانت بالبيت ولا برات البيت، والحمد لله الدنيا كلها بخير. يعني المرة إذا طلعت وني بالعكس تتعرف على الناس، صارت عندي حرية، يعني تقولي أنت تحررين كأنك مين أنت من هالضيع، وأنا أقولها لا خلص تعلمت يعني شلون. المرة بالعكس العز أهل المشروع حز يحسن حد يحكي عليهم، بنات كلهم بنات حد يعني يحسن يقولوا إنهم مين كويسات، لا بالعكس يعني طلعوا وعاشوا معنا، بالعكس صرنا كأن إحنا ياهم أسرة واحدة، بالعكس يعني تغيرت حياتنا كثير بجيت المشروع، بجيت المشروع لعنا. يعني السنة وقت قالوا بدي فك المشروع، أنا ممكن لو قالي لي بدك تموتي بكرة كان أهولي والله، يعني أحس كأنه مثل الجسم ينقص الهواء إذا ما شفت حدا من المشروع، مستحيل ما أحسن إيش بلاهم.